الله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك. القرآن الكريم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه وخاتم رسله محمد بن عبد الله جزء الخالق التي لا تخال بمعجزات انبيائه ويتجلى اعجاز القرآن الكريم بتكفل الله تعالى حفظ كتابه العزيز منذ 14 قرنا الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحفظ في الصدور والسطور كما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه وكبار التابعين وظل محفوظا بالتواتر جيلا بعد جيلا وقرنا بعد قرن ومن اوجه اعجاز القران نزل القران العربي الصحيحه فعجزوا عن مجاراته وصدوره امام بلاغته وبيانه وما استطاعوا ان يعينوا به امرا ولا يجدوا فيه نصرا لا في الافاق ولا في معانيه القران العربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن المعافين. Thank you.
فقد كان يدعو الله تعالى فيستجيب الله دعاءه ويحيي الميت فيقوم من قبره حيا. وقد احيا لسانه من ربك النصير اربعه من الاموات هم العاقل وكان صاحب له وابن العجوز وابنه العشره وسام المنوسي. فقد الم المرض لصاحبه العاقل فاسالت له اخته ان صاحبك يحتضر فانطلق عيسى عليه السلام وكان بينهما بين صاحبه ثلاثه ايام فلما ادركه وجده قد مات فقال له عيسى دلوني على قبره فاحياه الله تعالى وخرج من قبره حيا وعاد شوارع الجنه. واما ابن العجوز فقد مر به ميتا على عيسى عليه السلام وهو محمول على سرير فدعا عيسى عليه السلام ربه ان يحييه فاحياه الله تعالى فقام ونزل عن اعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع الى اهله وبقي وولد له ولد. واما ابنه العشر فقد وصل اليها عيسى فقيل له اتحيينا وقد ماتت بالامس فدعا الله تعالى فاحياها وعاشت وبقيت وولدت. فلما راى بنو اسرائيل واتى منه فقال هذا عيسى يدعوك ان تصدق مقالته يا روح الله سد ربك ان يردني الى الاخره فلا حاجه لي في الدنيا. وقال للقوم صدقوه فانه نبي فصدقه بعضهم وكذبه بعضهم وقالوا ان هذا الا سحر. ثم قال عيسى عليه السلام لسام بن وحده Thank you.
you